مساء الخير مشاهدي يوم طبيعة الشبكة في كل مكان. أنا صلاح بحضراتكم في بث جديد من داخل قرية البرانية طبعا لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية. منوفي بيبتكر اختراع وابتكار جديد جدا، مدفأة تعمل ببواقي زيوت الطعام المستخدمة. هو مش زيوت الطعام بس، أي زيوت مستخدمة عند حضرتك بدل ما ترميها أو تبيعها بالكيلو بعدد قليل جدا من الجنيهات، تقدر حضرتك تعمل بيها مدفأة سواء كان لمصنع، لشقة، لعنبر فراخ، أي مكان محتاج تدفيه. دفاية برخص التراب بألف ونص بس تقدر تعمل دفاية زي اللي أمام حضراتكم دي، وبتستخدم فقط يعني بدل الدفاية العادية اللي بتستخدم الغاز وليها أضرار خطيرة جدا. الدفاية دي بتشتغل ببواقي زيوت الطعام. مع حضراتكم اليوم من محافظة المنوفية ابننا حضراتكم الفكرة الجميلة اللي اخترعها الأستاذ سامح صناعي شكمانات هنا في محافظة المنوفية. اهلا وسهلا حضرتك. سامح الحراني مركز اشمون منوفية. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. قول لي بقى الحاجات الجميلة اللي احنا شايفينها دي يعني سببها ايه او الفكرة جات لك ازاي؟ لا هو دي احنا عاملين دي كدفاية لمزارع الدواجن طبعا، لان انا كنت بعمل الدفايات اللي هي بتشتغل بالغاز، فطبعا كانت الانبوبة بتقضيها من 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 يعني من 10 ساعات ل 12 ساعة ليلة زي ما بيقولوا يعني. فاحنا جت الفكره اللي احنا نشتغل بزيوت مخلفات الزيوت بتاع المواتير بتاع السيارات او مخلفات زيت الطعام. وطبعا احنا ممكن برضو التانك ده بياخد كيلو او كيلو ونص، ممكن يكفينا من 12 ساعه برضو يعني من 8 ساعات ل 12 ساعه يعني يديني نفس الانبوبه كانت بتديهولي، بل يزيد عليها اللي دي ممكن تقضي مكان في العنبر قد اربع دفايات من اللي هي الدفايات اللي هي الغاز يعني. لان طبعا دفايات الغاز الغرفه بتاع الحريق بتبقى صغيره كده، دي طبعا الغرفه بتاع الحريق بتاعتها ضخمه، فبتديني طبعا نار اقوى وتدفئه اكتر في المكان يعني. وزي ما احنا شايفين احنا عاملينها مفتاح، ممكن بنعلي النار دينا نار حاميه جدا، ممكن نوطي النار زي ما احنا عايزين، بنتحكم فيها زي ما احنا عايزين من الزيت اللي نازل يعني كده. تقريبا انا قافل الزيت، لو حبيت افتح بفتح الزيت بيديني نقط بسيطه جدا جوه، وببدا معاها بقى بعلي النار واوطي النار من المفتاح زي ما احنا شايفين. هي الفكره بسيطه وبس، هي طبعا تريح اهلنا اصحاب مزارع الدواجن لعل وعسى يعني اللي هم يرخصوا لنا الفراخ شويه يعني. يعني نحاول يعني لا يعني عشان نقلل التكلفه شويه بالنسبه لل احنا ممكن نقول ممكن الفكره موجوده من قديم الازل يعني، مش بس مش موجوده كدفايه او موجوده بتاع يعني. الزيوت داخله في كذا حاجه هنا في مصر في فران معينه، بس طبعا بتبقى حاجه ضخمه عن كده. ممكن الفران اللي هي بتاع المسابك بتاع بتسيح الومنيوم او بتسيح زهر، بس طبعا الفكره غير دي خالص يعني. فانا كنت شفتها مره فاخدت الفكره، قلت طب ممكن اعمل برضو منها، اعمل مثلا كدفايه، ممكن اعمل كطباخه للبيوت زي الطباخه اللي هي اللي ورا دي. الطباخه اللي ورا حضرتك اه دي كانت البدايه خالص صح؟ دي انا عملتها الاول كطباخه كده، عدلنا عليها ووصلنا للدفايه الدفايه، وعملنا برضو ده للمطاعم اللي هي الكبيره مثلا زي مطاعم الكشري بتستهلك غاز كتير بالنسبه برضو للمطابخ، فعملنا لهم برضو طبخات. بس طبعا خلينا التانك بتاع الزيت ده خارج المطبخ بره يعني، يبقى تانك كبير ونظام خراطيم داخله بمحابس، يبقى الزيت خارج المطبخ بره عشان طبعا ايه الزيوت وكلام ده. لكن هي طبعا ما فيش لا روائح ولا عامله معانا مثلا دخنه سودا زي الناس ما كانت بتقول. هي القصه كلها اللي انا المفروض قبل ما مطفي النار بقفل الزيت كده زي ما احنا شايفين، وبسيبها شغاله على الهواء، لان انا لو قفلت الهواء هتعمل معايا ايه زي ما احنا شايفين. بص دي النار بقى اللي هي بتاع الزيت اللي الناس كانوا بيقولوا عليها، لازم ابقى مديها هوا على طول. فبقفل الزيت الاول، بسيب الزيت مقفول كده لمده دقيقتين ثلاثه لحد ما الزيوت اللي هي داخل غرفه الحريق تبدا تحترق معايا. طيب هل هي امنه اصلا على الطيور لو خدناها لمزرعه الدواجن؟ ايوه طبعا، يا مفيش دخنه هو، وكمان دي معموله كتجربه يعني. دي ممكن يكون ايه احنا ما كنا بنعملها ونقطع فيها حاجات ونعمل فيها حاجات عشان نوصل لمستوى النار اللي احنا عايزين نوصل له، فممكن مثلا يكون فيها ترشيح زيت من جنب، فيها اي مشكله يعني بعض حاجات، لان دي بتاعتي اللي انا كنت شغال عليها اللي هو اللي عملت عليها التجارب بحالها يعني. لكن بالنسبه كدخنه او بالنسبه للروائح مفيش اي، لا 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 مفيش اي حاجه من دي،
هو المهم اللي هو قبل ما اقفل الدفاية بقفل الزيت وبسيب الهواء شغال زي ما احنا شايفين اهو، يحرق معايا الزيوت اللي هي داخل غرفة الحريق بس، ونار حامية جدا. وفي نفس الوقت طبعا معروف ان الغاز اكثر خطورة، يعني خرطوم لا قدر الله، لكن دي انت لو سبتها في اي مكان ما فيش منها اي مشاكل. يعني والله هي انا ما حسبتهاش بالظبط، بس هي كتكلفه خامات وحديد وحاجات زي كده، يعني الحديد دي مثلا تقريبا حوالي 12 كيلو، كيلو الحديد مثلا ب 40 جنيه، يعني مثلا تخش لها مثلا في 500 حاجه، ده خامات حديد. البلاور ده بيبقى عامل معانا مثلا حوالي 300 حاجه، مفتاح زي ده مثلا حاجه و50، زرار زي ده غير مصنعيتنا طبعا، يعني ما حسبتش مصنعيه، يعني ممكن كتكلفه خامات بس ممكن تخش في 1000 جنيه، لكن مصنع بس خامات حديد ممكن لا غير مصنعيتي ما حسبتهاش والله لسه. يعني برضه ممكن نقول مبدئيا كده ان احنا لو 1000 مثلا معانا وحبينا ممكن تقريبا ممكن تقريبا ممكن تقول ان هي تنفيتها اكتر او بتساوي اربع اضعاف للمدفأة العادية. اكيد، لان المدفأة اللي هي الغاز العادية واصحاب المزارع الدواجن عارفين الكلام ده، تبقى غرفة الحريق بتاعتها قطرها مثلا ايه بوصة ونص، القطر دي 6 بوصة، دي 6 بوصة، العادية 4.5 بوصة ونص، بوصة ونص اربع اضعاف طبعا. غرفة الحريق اكبر، نار اقوى، فبتديني تدفئة اكتر يعني، واكيد كمان هتبقى ارخص واوفر من اللي هم مثلا بالانبوبة. اكيد طبعا هتفرق معاك كتير. يعني في حرق الزيت لا، يعني احنا الانبوبه احنا بنتكلم في الدفايه، لان اكتر استهلاك للغاز كان طبعا في الدفايات في المزارع اللي بيشغلها طول الليل في الجو اللي احنا فيه ده عشان الدواجن، فممكن تشتغل 8 ساعات متواصله، فممكن الانبوبه ما تجيبش 4 ساعات معاك في العنبر، وممكن ما تجيبش 6 ساعات، بيبقى حسب بقى ماله او ضغط الانبوبه يعني. لكن هنا بالنسبه للتانك ممكن يشغلك برده من 8 ساعات ل 12 ساعة، اللي هو الكيلو او كيلو ونص اللي هو موجود في قلب الخزان الصغير ده. طبعا في المزارع مش هيركب خزان زي ده، هيركب خزان كبير وهيقعد معاه فترة، لان احنا اللي احنا بنحتاجه للاشتعال هي عبارة عن نقط زيت، مش زيت متدفق مفتوح على طول، انا محتاج نقط. احنا قافلين المحبس من يعني قافلينه بقالنا شوية كتار، ومع ذلك الولعة شغالة برضو اللي هي بيبقى بقايا الزيوت اللي هي داخل غرفة الحريق. يعني هو طب لو انا مثلا صاحبة شقة وعايزة اعملها في شقة سكنية، هل هيبقى فيها ضرر او ما فيهاش اي ضرر ان شاء الله، لان احنا هنعمل حاجة عذرا يعني معلش نسمع على طول عن الدفايات اللي بتقدر تصحبها في البيت اللي اكيد بصي انا هقول لحضرتك على حاجة، أنا ضد اشتعال أي نار داخل المنزل، لأن بنقفل المكان، فطبعا تقفيل المكان بيسحب الأكسجين فممكن يعمل أي مشاكل فيما بعد، فأنا ضد الحتة دي يعني مش مرحب بيها. ولكن هو ينفع طبعا زي مثلا الناس اللي هم الفلاحين بتوعنا مكان أشغلها في مكان، ويكون مكان مفتوح يعني، برضو ما يكونش مكان مغلق خالص أو مكان واسع كبير، مش مكان صغير اسحب الاكسجين منه وبعد كده يحصل مشاكل، فما ينفعش يعني. لو حد حب يتواصل مع حضرتك يتواصل على طريق تليفون 012-2-83-0717. تمام، احنا بنشكر حضرتك جدا، تحت امرك. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، من محافظه المنوفيه اليوم نقلنا لحضرتك ابتكار جديد ابتكره صناع الشكمانات بمحافظه المنوفيه، مدفأة تعمل ببواقي زيوت الطعام، اي زيت مستخدم عند حضرتك بدل ما ترميه هتقدر تدفي بيه، سواء اذا كان مصنع، شقه سكنيه، كمان مفيش ضرر زي الغاز الطبيعي، ومفيش عنها اي دخان ناتج، ده كمان مازال تصميم مبدئي وهيتم تعديل عليه حاجات كتير جدا بالنسبه للديزاين، هيبقى اشيك من كده بكتير، وكمان عشان يناسب المطاعم الكبيره اللي ممكن تنفذ ده عندها، وكمان ما بيهلكش خالص، يعني لتر الزيت المستخدم ممكن نشغل الدفايه دي لحد 8 و10 ساعات. مشاهدينا الاعزاء بشكر جدا ان اتيت لحضراتكم من محافظه المنوفيه، لكم مني جزيل الشكر والى اللقاء.